الله عصم بالصبر قلبي وحالي، وانت تجبر خاطري فيما جرالي. أم محمد تحمدك فيما قضيته، وكلنا لك راجعين يا خير والي. فضه للدلجة ونعم الحول حولك، مالي غيرك تكشف الكربة جمالي. زلزلت روحي عظيمة الرزايا، وكان أولها خبر فوق احتمالي. خاضي يتوفى وكان أحمد بن علي هو راس مالي. صابته طعنات غدار وفاضات، روح أبو سلطان رجل الأمن خالي. بعدها بثالث عشر شهر ثمانية، آخر الليل أصعب الأخبار جالي. ليلة فيها توفى الشهم زوجي زايد بن حسن شيال الثقالي. يوم الاثنين الحزين اهتز قلبي، وزادت جروحي ونهر الدمع سالي. واظلمت أيام زاد حزن عياله محمد وأحمد اللي مع زايد بكل ارتحالي. كم أعزي نفسي وأسوق التعازي، التهاني وعايشة ونال الغوالي. والتعازي الفوز يا ولك يا شريفة، يا حبيبة قلب أبوها وأغلى غالي. وعمهم أبو أحمد يا سندهم، وأخوات زايد كريمة الفعالي. أم عبد الباري وانتي يا مريال، وأم يحيى وتمني ذات الخصالي. كهذا أصعب سنة من الحزن مرات، مر الأيام ذكته ومر الليالي. وجدت إشارة بشهر الصوم توفت، من القهر على ابنها المغدور خالي. يلا ترحم الكريم الشهم زايد، وتجعل زايد في الجنان بقصر عالي. وخاضي أحمد تجعل الجنة ديارة، وجدتي تسقيها كوثرها السلالي. وجدتي تسقيها كوثرها.